نقول لك يوم من الايام ايام كنت بريفي لهنا كلمني سي محمد شعباني العشيه زمان الربعه تاع العشيه قال لي محمد طاهر جيب سيارة تاع كرواح. خذيت سياره ومشيت له لهنا القياده قال لي احط طريق بدنا ما سالتوش خرجنا عدنا في الوطيره احنا وصلنا بين والرايدو محطة تاع المضخة تاع البترول ولو ضايع شوفوا سيارة جاية من هي راكب فيها بومدين والشوفر تاعو عنتر وقفنا السيارة نزلت بومدين سلمنا عليه ركب معايا في السيارة أنا والشوفر تاعو تبع احنا عندنا داخلين المدينة تاع بسكرة و في بومدين قال سي محمد شعباني ماذا بيا ما نمشوش القيادة نتاع الناحية قال له واش تخمم لو كان نمشوا عند محمد طاهر للدار مقر الدائرة للدار نتاعي اللي ساكن فيها أنا قال له سي محمد شعباني مرحبا دار لي سي محمد قال لي معليش نجيو للدار قلت له مرحبا فسوقنا السيارة وجينا طول وصلنا للدار قال لي سي محمد قال لي معليش نجيو للدار قلت له مرحبا فسوقنا السيارة وجينا طول وصلنا للدار. بس بومدين عند ليلتين في الدار تاعي. وأنا كنت حاضر معهم حتى للساعتين ثلاثة نتاع الصباح كل ليلة. وسي بومدين يحاول يقنع سي محمد شعباني وأن هالجماعة اللي راهم في السياسة ما عندهم حتى صلة بالثورة. يقول له يا محمد ديروا يد في اليد مع الجيش راهي مكان غير النظرة نتاعنا احنا نتاع الجيش اللي سليمة والجماعة هذا المدنيين راهم كلهم عندهم أطماع بالحكم وأطماع بالقيادة وكذا وكذا وسي محمد يجاوبوا لي يقول له أنا مانيش طالب مسؤولية ولكن هالعبث اللي راهو يعبث فيه بن بلة واللي أنت راك معاه كوزير دفاع وراك ساكت عليه يقول له هذا الشيء ما يبنيش قبل وبومدين يقول له مازال الوقت والحوار طول الليل حتى تقريبا الساعة 3 الصباح يدور حول المحور هذا هذه من الشهادات اللي يقول لك ممكن كنا نتوقع وادام محمد شعباني سؤال غريب عمره ما كان انسان يفكر وانه مجاهد وقت المجاهد لأن لما وقعت القضية تاع المغرب في الحدود المغربية وكان آنذاك سي محمد الحاج كان متمرد على السلطة العسكرية وأمر سي محمد الشعباني من طرف القيادة العامة اللي كان يرأسها بومدين باش يمشي بالجيش نتاعو إلى الولاية الثالثة أي إلى القبائل باش يحارب محمد الحاج والجيش نتاعو اللي كان متفرد. سي محمد شعباني يرد على بومدين هذه مجرد الخلافات اللي خلاته أنهم يحقدوا عليه. قال له عمري ما نسول لنفسي باش نشهر السلاح في وجه مجاهد اللي كنت أمس بجنب الجنب كيفما كانت نوعيته قبيلي ولا وهراني ولا شاوي ولا أي مكان. فهذه بداية تمرد سي محمد شعباني وبما يعتبرها هو كتمرد ولكن روح محمد شعباني يتردد بها كل يوم كيفاش خليني ربي أنا باش نبعث الجنود ونمشي ونقف في وجه محمد الحاج ونحاربه ونقتل المجاهد هذه ما كانش تخطر على باله خلاص ففي الأيام هذيك وقعت الواقعة نتاع المغرب الاعتداء على المغرب على الحدود الجزائرية فسي محمد شعباني بعث لمحمد الحاج قال له سي محمد اليوم البلاد راهي في خطر انسى النزاع بتاعك مع الحكم وتفضل نمشوا مع بعض ونمشوا ندافعوا على الحدود نتاعنا ومشى سي محمد شعباني ومحمد الحاج تلقائيين ومشاو للحدود المغربية والآثار اللي خلوها في الحرب مع المغرب هذيك
تشهد بها الاجيال لانهم كانوا كاسود. مجاهدين تاع الولايه السادسه والمجاهدين تاع الولايه الثالثه مشاو، والعدد تاع الشهداء من مجاهدين الولايه السادسه ومن مجاهدين الولايه الثالثه ما شاء الله. اولا وان جماعه الولايه السادسه كانوا متعودين على حرب الصحراء عكس ما كانوا الجنود اللي كانوا في الحدود واللي كذا، ما نقللش من اهميتهم ولكن نقول ماهمش متعودين الى حرب الصحراء. حرب الصحراء مثلا حتى يكون في الهجوم ما يمشيش واقف ويجري هكاك، لان لو قرب المعصاد او مقابل يلقي جنود الصحراء تعرف كيفاش تتصرف لما يكون حرب على ارض واطيه ولا ارض. وخلى سمح الشعباني اثار هائله في القضيه هذه، فمن هذه بدات يظنوا ان سمح الشعباني تمرن. هو مش تمرن، هو جاتو كبيره كيفاش يحارب مجاهدين كما هو. ثاني نقطة، لما بدا يعكس بن بلة في التأميمات، نظرة سي محمد الجعباني نظرة تختلف تماما. قال سي محمد سي بن بلة وهي شخصية شاهد فيها مرارا، يقول له يا سي أحمد جاء الاستقلال اليوم فك علينا، يقول لو شيء عندنا السياسه اللي جايبه لنا تاع التقشف وتاع التاميمات وتاع كذا، خلي الجزائريين قالوا راهم تعابه من الثوره وتعابه من الاستعمار، خلي الناس تبحبح على روحها. وقت اللي كان بن بلة اي مكان يمشي فيه يلقي خطاب ويسمي واحد من العيان تاع الجهه هذيك يقولوا ذوبوا في الشحمه ودخلوا الحمام وغيرها وغيرها، هذه كان كي يسمع سي محمد شعبان يشمعز، يقول له يا سي بن بلة جاء الاستقلال والشعب كله تبربل، خلي الناس تكسب اللي يحب يكسب يكسب، وخلي الناس لان الناس اغنياء معاونوا الثوره ومدوا الثوره وغيرها. من هالخلافات في النظريات بدات يكبر الشقاق، وبدا يكبر الشقاق. هذا بن مليان يرغب الى الوصول الى الحكم ويحاول يقنعه باش ينضم الى صف. هذا بن بلة يعفس ويلبظ ويحب، وان سي محمد شعباني يرافقه في والدة سي شعباني مرض عليه، وبعدين مرض عليه بن بلة، وفي الاخير اتفقوا عليه في الاثنين باش يقتلوه، واحد بطريقه مباشره وواحد بطريقه غير مباشره.